فيش غاز، فيش مقاومات، فيش مية، فيش طحين. هينا شايفين هاي بنعمل معكرونة عشان فيش طحين، فيش خبز نطعميه. وروح نشتري باكيت المعكرونة بعنوية بعشرين شيكل. ليش يعني؟ هاي أطفال لا لاقين بامبرز، لاقين غاز، ولا لاقين مية. باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد. حرصاً من إدارة مركز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية على تقديم خدمة ذات كفاءة عالية لجرح الجيش الوطني والمرتادين على المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين، كان ضمن الخطة للمركز خلال الأعوام الماضية واستقدام أطباء زائرين ذو اختصاصات عالية. وكان البرنامج في هذا الشهر مع نهاية 23 استقدام للبرنامج الرابع أخصائي علاج طبيعي دكتور عبد الفتاح صبحي أخصائي علاج طبيعي من جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين في المركز حتى يقدموا خدمة جيدة وعالية ورفع كفاءتهم فنيا وعلميا. وهذا ضمن توجه المركز للخطة القادمة أن يكون لدينا طبيب مقيم لرفع كفاءة المركز والعاملين فيه في جميع النواحي. انطلاقا من الرؤية المقدمة من إدارة المركز ولإكساب الكادر الخبرات الجديدة ولمعالجة المعوقات الحاصلة في المركز، فقد تم استضافة الطبيب الزائر رقم 4 لمعالجة المعوقات الحاصلة في المركز. فقد استقبل الطبيب الزائر في العيادة الحالات ما بين 25 إلى 30 حالة موزعة كالتالي: الشلل النصفي الناتج عن الإصابات الدماغية والشلل السفلي الناتج عن إصابات الحبل الشوكي، إضافة لحالات الشلل الدماغي والحالات تأهيل ما بعد الإصابة تأهيل الكسور، إضافة لحالات النساء الانزلاقات الغضروفية لدى النساء خدمة مجتمعية. والطبيب الزائر مستمر في الرفع من كفاءة الكادر وتحسين الخدمة العلاجية لمدة شهر إن شاء الله. العزاء الذي يقيمه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بمناسبة وفاة المغفر له الدكتور نجيب منصور العوق، الرجل الهام الوطنية الذي برحيله فقد اليمن رجلا وفيا مخلصا لهذا الوطن. أبناء المقاومة الوطنية والساحل الغربي جميعا في المناطق المحررة هنا يشاطرون أسرة الفقيد آلامهم وأحزانهم. الدكتور نجيب العود يشكل خسارة كبيرة للحكومة اليمنية، فقدانه ورحيله أيضا يشكل خسارة كبيرة للمجلس القيادة الرئاسي، خصوصا في الظروف الصعبة هذه التي كانت البلاد أكثر ما تكون حاجة إليه. الدكتور عرفته شخصيا كان من الأشخاص ذو الكفاءة العالية ودماثة الأخلاق، كان متواضعا جدا يتحفك بأخلاقه. نسأل الله له الرحمة والمغفرة
وإنا لله هنا راجعون. حقيقة الدكتور ناصر العواج كان شخصية وطنية بامتياز، خاض معارك عدة في مواجهة ميليشيا الحوثية في مجال اختصاصي أمن المعلومات، فكان شخصية وطنية مخضرمة وذهنية رقمية، استطاعت أن تصد الكثير من الهجمات الرقمية التي كانت تمارسها ميليشيا الحوثية ضد مناطق الشرعية. أمام لاعبي المنتخب اليمني، برافو بعد الكرة، برافو التقدم، برافو أيضا التراجع وإغلاق المساحات أمام لاعبي المنتخب اليمني. جول، نعم الهدف الأول للمنتخب اليمني. المنتخب اليمني يتقدم في التاريخ إلى النهائي، يسجل أول أهدافه في هذه اللحظات على حساب منتخبنا الوطني. التقدم بمتابعة وخطأ دفاعي بعد تقدم حارس المرمى، يسجل المنتخب اليمني أول أهدافه. نعم فرحة يمنية في المدرجات. معلش خطأ لدفاعات منتخبنا الوطني، هذا أخطر لاعبي المنتخب اليمني، تحدث عن عادل قاصر. كرة الآن فيها محاولة للمنتخب اليمني، إرسال الكرة في الجهة اليمنى، محاولة في لعب كرة عرضية، تسديد الهدف الثاني للمنتخب اليمني. نعم يسجل الهدف الثاني اللاعب عادل قاسم، يتقدم على حساب منتخب الإمارات. الهدف الثاني نعم يأتي في هذه اللحظات على بعد 4 دقائق عن صافرة نهاية الوقت الأصلي شوط المباراة الثاني، يسجل عادل قاسم الهدف الشخصي الثاني. افتتحت عصر هذا اليوم على ملاعب النادي البطولة الثامنة التي ينظمها نادي التنس العدني للفترة من 16 وحتى 27 من ديسمبر الجاري. هذه البطولة وهذه المرة تشمل 4 فئات عمرية، الرواد للزوجي وزوجي المفتوح وفردي الممتاز وفردي الشباب تحت 18 عاما. البطولة تقام برعاية الأستاذ عقيل عمر شهاب مدير عام شركة وكالة شهاب للتجارة والتأمين أو التأمين والتجارة، الرئيس الفخري للنادي. البطولة تتميز هذه المرة بمشاركة فئة الرواد للمرة الأولى، يلعبون فيما بينهم تقديرا لإسهاماتهم السابقة ولإيجاد مساحة أوسع للتنافس فيما بينهم. الأفضلية الثانية هو تأكيد نادي مصافي عدن واستمراريته على المشاركة في بطولات نادي التنس العدني. البطولة تقام وفقا للنظام الدولي للعبة التنس، ويحق لكل لاعب المشاركة في فئتين عمرية. البطولة تأتي في إطار خطة نشاط نادي التنس العدني للعام 2023. نشعر بارتياح كبير وعظيم وعميق لرعاية الأستاذ عقيل عمر شهاب لنشاط النادي للعام المنصرم 2023، وهذه البطولة تعتبر مسك ختام هذه العام. نتمنى من الجميع الاستمرارية في الدعم، النادي ولعبة التنس الأرضي بحاجة ماسة وملحة لدعم كل الجهات المعنية، سواء الحكومية منها والسلطة المحلية والبيوت التجارية والرأس المال الوطني، باعتبار أن احنا في إطار مهمة وطنية وتاريخية تتجلى برعاية صرح رياضي عمره 121 عاما. خطتنا القادمة في عام 2024 ستحفل بإذن الله تعالى بالكثير من المناشط المختلفة، لعل أهمها وأبرزها الاحتفال بالذكرى 121 لتأسيس النادي التي تقام وستقام قريبا في يعني نقول الفصل الأول من العام 2024 برعاية الأستاذ نايف البكري، معالي الأستاذ نايف البكري وزير الشباب والرياضة. أيضا لدينا بطولة النخبة والمقرة وحال استلام مخصصنا أيضا من الوزارة سنعلن عن موعدها. لدينا طموح كبير وعظيم، إبعاد الشباب والناشئين عن آفة المخدرات والإرهاب والقات وغيره من الآفات من خلال هذه اللعبة التي يعشقها الجميع.